كميه كومنتات فيها وجع ظهر خلت انا شخصيا ظهري يوجعني. الحوامل ليه بيشتكوا من وجع ظهرهم وقال وجع الظهر كل واحد ولا لا؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا لو اتكلمنا عن اسباب وجع الظهر فهي كتير مش قليله. يعني مثلا لو اتكلمنا على اول سبب واشهر سبب، ان هرمونات الحمل اصلا زي هرمون الريلاكسين بتاثر بشكل ما على جسمك. هرمون الريلاكسين ده بيخلي الاربطه زي ما بنقول تخف وتريلاكس عشان خاطر استعدادا للولاده، عظم حوضك يبقى مستعد لما تيجي تولدي ان شاء الله والبيبي يخرج بالسلامه. فزي ما بيأثر على الاربطه بتاعه الحوض بيأثر على بقيه اربطه الجسم خصوصا اربطه الظهر. فتلاقي حضرتك لو بتقعدي قاعده غلط او بتتعرضي لاصابه ما عن طريق ان انت بتشيلي حاجات تقيله وانت عارفه انت بتعملي ايه غلط، تكفي عادتك اللي انت قاعده بتتفرجي بيها على الفيديو ده، اسندي ظهري كمان مريحي. المهم ان احنا هرمون الريلاكسين ده بيخلينا اكثر عرضه للاصابات، فده واحد من الاسباب المهم. طب نعمل ايه عشان ما يحصلناش ده يا دكتور؟ اول حاجه ما تشيليش حاجه تقيله، ثاني حاجه بلاش تعملي مجهود او تعرضي نفسك بشكل او باخر لاصابات، رقم 3 ريحي ظهرك وانت قاعده، وكمان كفايه كعب عالي. احنا عارفين ان القصر ضرب من ضروب الجمال، احنا عايزينك تعبري عن جمالك ده وتوضحي للناس ان انت قصيره ولا تخجلي من ده تماما، لان كلنا قصيرين في الاخر يعني مش محتاجه اوضح لك. الكعب العالي هيتعبك شويه فارجوك احنا عايزينك مرتاح، ودعي جزمك القديمه ورحبي بجزمك الجديده. الجماعه الخواجات بقى ليهم شويه اراء تاني في النقطه ديت، يقول لك خلي جوزك يعمل لك مساج. طبعا انت عارفه لو قلت لجوزك وهو راجع من الشغل يعمل لك مساج هيعمل ايه؟ قول له اتعلم المساج. النقطه الثانيه الدش الميه الدافي هيبقى مفيد جدا في حالتك فجربيه وتريحي، ها تريحي بين الحين والاخر. واحد ثاني من اسباب وجع الظهر ويمكن برده حاجه شائعه الا وهي ان البيبي ليه احتياجات من الكالسيوم، فحضرتك لازم تقدمي للبيبي احتياجات الكالسيوم اللي بيها عظمه هيكبر عشان خاطر تحصلي على ما يكفيكي واللي يحافظ على العظم قوي كده. فبالتالي لبن، جبنه، زبادي، بيض، سمك بلدي، احنا مبسوطين جدا بالحاجات دي اللي فيها كالسيوم. والدكتور بتاعك برده ممكن يديكي سبلمنت معينه يسبورت بيها لو هو نصحك بده، فاسمعي كلامه في الحاجات اللي هيقول لك عليها. اما بقى لو حضرتك عملتي كل النصايح دي ولسه برده موجود، فاحنا في مسكنات وادويه ممكن نستعين بيها، ممكن كمان نستعين بالعلاج الطبيعي لما الدكتور بتاعك يقول لك. بس خدي بالك من نقطه مهمه، في فرق بين وجع الظهر اللي هو اساسه في الظهر ووجع البطن اللي من تحت اللي بيسمع في الظهر ومنتظم ومستمر. خدي بالك ده طلق، دي انقباضات رحميه شديده شويه، فلو حسيتي بالاعراض ديت تروحي على طول للدكتور او تتجهي للطوارئ عشان يطمنوا عليكي ويتاكدوا ان امورك كلها طيبه. احكي لنا بقى في الكومنتات عن تجربتك مع وجع الظهر واكتر حاجه نفعت معاكي، ولو عندك اي سؤال حابه يكون الاجابه عليه جزء من فيديوهاتنا اللي جايه سيب لنا السؤال ده في الكومنتات. ولا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه والوالده بالصحه والعافيه، ونشوفكم على خير.